مساهمة في صناعة المستقبل من خلال إعداد وصياغة مشروع الخطط الإنمائية الثالثة 2020-2025، نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورشة عمل حول ركيزة اقتصاد متنوع مستدام. تأتي ورشة عمل اليوم مناقشة التصورات والتوجهات والتحديات وبحث الحلول والمقترحات التي تحقق للكويت أهدافها للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام كأحد الركائز الأساسية لبناء الخطة الإنمائية الثالثة. جهات مختلفة شاركت في الفعالية التي انقسمت إلى ورشات عدة تناقش مواضيع تهم الخطة الإنمائية التي تقوم على 7 ركائز لسد الفجوات ومواجهة التحديات التي تعيق تحقيق رؤية الكويت 2035. ورشة العمل هذه طبعا تتكلم عن اقتصاد متنوع مستدام، يشمل كافة منظمات الهيئات الحكومية والجهات الحكومية بالإضافة إلى جهات اللي هم القطاع المدني في الكويت والمجتمع المدني. يهدف إلى إشراك القطاعين العام والخاص في تطبيق الخطة الخمسية لتنمية دولة الكويت وتحقيق طبعا نظرة وآمال صاحب السمو أمير بلاد المفدى في تحقيق خطة الكويت لسنة 2035، منها تحقيق اقتصاد شامل مستدام للسنوات القادمة. خطة التنمية هذه وجب أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وهي تركز على آليات أحداث الإصلاحات وزيادة الدور الرقابي للحكومة وإشراك القطاع الخاص في عمل التشغيل، مع ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية وإدراج القضايا الاجتماعية المهمة فيها.